شاء الله كل شيء من هني بيكون الأحسن. وانتي عند أهلك يعني. شيخ زايد ما شاء الله عليك يعني له كثير خير الحمد لله، وأولاده أكيد طرعين زيه أكيد يعني بزر الخير بيجيب إن شاء الله خير الحمد لله. شكركم كثير. كمان بتشكر لأنه جبتنا له، وتشكر الشيخ فاطمة لأنه جابنا له، هون كثير مكيفين. لا الحمد لله تشوفك بخير ان شاء الله تطلعين قريب بخير وتشوفي الشيخه فاطمه ان شاء الله. ان شاء الله مفتاح هون سلم لي على الشيخه فاطمه ان شاء الله. لا ما بس انت بوسيدي بابا انا بوسيدك بابا دخل بلدك ودخلينا ياكم يا شيخ تخبر للهم العربيه الفريق موجود هون. شكركم شفنا عندكم ما شفنا في اي بلد الله ما شفنا باي مكان. إن شاء الله ديمو تخر للأمة العربية جميعا.